الاخوان المغرب دابا كامل حاليا كيتسائل فين وصلت الحاله الخطيره ديال هشام الزوج ديال خديجه اللي تكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت والمعاناه ديالو مع مرض السرطان وبالضبط ديال الغدد اللمفاويه. ولكن حبسنا عند واحد النقطه اللي خطيره بزاف، هي واش هشام غيتعالج في المغرب او لا للاسف ضروري خصو يتعالج في الخارج. خوش دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ قالوا لي يقدروا ينزلوا لي العنايه المركزه، يتزاد عليا الحال بزاف. عافاكم قولي شي حاجه، عافاكم تنشف سيدنا ورشاكم وقال المسؤولين. للاسف الاخوان ان هشام وصل لمرحله ان العلاج ديالو في المغرب ما بقاش عنده امل، وحاليا ضروري خصو يمشي لفرنسا حيت هي الامل الوحيد عنده باش يقدر يتعالج. ولكن عاوتاني كاين واحد المشكل كبير في قضيه التغطيه الصحيه ديال الضمان الاجتماعي، وبما ان عامل الوقت مهم بزاف زياده على هذا الدوسي هذا خصو يتسرع شويه، بالاخص انه وصلنا لواحد المرحله اللي ما كناش كنتمنوها ملي وليتي كتسمع هشام تيناشد العالم تيقول عتقوني ما بغيتش نموت. المهم الاخوان الاطباء المغاربه عندنا داروا واحد الاجتماع بيناتهم وخداو واحد القرار على انه كاين واحد التقنيه على برا وبالضبط فرنسا تقدر تعالج هذا المرض. واللي خصهم دابا هو ان الدوسي ديال هشام خصو يتقبل في لاسينيسيس، والمناشده ديالو كانت موجهه لجوج ديال الجهات، الاولى الغيث الاماراتي اللي شفنا مؤخرا في هذه الاعوام انه كيتكفل بالعلاج ديال بعض المحتاجين بالكامل عن طريق هذوك الاموال ديال التبرعات اللي كيجيوهم من جميع انحاء العالم. وصراحه عجبوني المغاربه ملي خرجوا واحد الهاشتاغ غير باش توصل الرساله ديال هشام وخديجه للغيث الاماراتي. عندنا المناشدة الثانية وهي اللي أهم، اللي تيلتمسوا هاد الزوجين من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كنا يا سيدي جالسين ما علينا ما بينا حتى صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرر أنه يتكلف بجميع المصاريف زيادة على أنه غيصفر خونا هشام باش يتعالج في الخارج. جيت باش نبشركم بالخير بشارة بشارة جاتني من عند الله سبحانه وتعالى، أنا كاينة دابا في السويطة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، سيدنا الأب ديالنا، لبى النداء ديالي، الرحمة ديال سيدي ربي نزلت علينا، سيدنا الله ينصرو لبى النداء ديالنا، وغادي يهز هشام وغادي يمشي هشام يكمل العلاج ديالو برا المغرب. الله اكبر الله اكبر. ايه واشنو غادي نقول لكم، صاحب الجلاله هو هذا، فيه الاب الحنين ملك البلاد عاش الملك. باش نهضروا على واحد الموضوع اخر اللي مهم بزاف في هذه الحلقه اللي كيتعلق بالقضيه ديال الكنزه الخادمه. في هذه الحلقه هذه جبنا لكم واحد المستجدات وتطورات خطيره بزاف. لقينا بان عندها بزاف ديال القصور، قصور على مستوى الجمجمه، قصور على مستوى عظام الانف، قصور على مستوى القفص الصدري، وقصور على مستوى العمود الفقري، وعاد الكسر اللي كان عندها في اليد اليمنى ديالها. الاغلبيه الاخوان شافت القضيه ديال هاد الخادمه او المساعده كنزه اللي تيقولوا باللي شدوها الناس اللي كانت خدامه عندهم ووروها ابشع انواع التعذيب في العالم، وما خلاو حتى شي قنت من الجسم ديالها كامل ما ضربوهش، وكاع هرسوها وشوهوها على حساب اقوالها. بقى لي نيفي وراسي حتى هو قال لي مشقوق كثره المقله اللي كانت كضرني باقا واحد المره ترسلها في يديها. انا تنعرف الاخوان الواحد الا كان باغي يمشي للحبس كيقدر جهده كاع يهرس عليك عصا ديال الكراط، ولكن باش الواحد يهرس على راسك مقله ديال الحديد. والغريب هو ان هاد الخادمه او المساعده قالت لك على ان المشغله هي قاضيه التحقيق والزوج ديالها هو كولونيل، وكانوا محتجزينها وفين ما قال لك كدوز من حداهم كيضربوها، ماشي ضرب عادي، دقديق ديال الدقديق. قول لنا اخويا تاش غنسميو هادشي، واش اعتداء ولا تعنيف؟ ندخلوه في الضرب والجرح، حتى حاجه ما جات معاه، تقدر الا بغيتي تقدر تدخلوه في محاوله قتل. كانوا كيضربوني بزاف، قدر انا غير غاده في الدروشه كيدفعني وتنطي على الكبيه ولا راسي، هي الضرب كامل نقدر تنتوعد. في حاجه في يدهم يضربوني بها ما عندهمش المشكل، كوزينه في الجرده في اي حاجه في يدهم يضربوني بها بعصايه كوكوطيه مقله. علماء النفس الاخوان كيقول لك على انه كاين واحد الاضطراب نفسي تيخلي الشخص يتسم بدوك التفاعلات العنيفه والعدائيه، حتى كتلقاه جا وبدا كيضرب ويتعدى عليك بلا حتى شي سبب، وهذا الشيء اللي كيسميوه بمرض او اضطراب السيطره الانفعاليه. ولكن باش تهرس مقله ديال الحديد على راس بنادم راه هذه فاتت هذا الشيء. هما كيتخاصموا بعضياتهم وكي داك الشيء كيبردوا في الغدير ديالهم، كيتخاصم معاهم اللي بقى في الدار خصو يضربني، اي حاجه في يدي كيما كانت يا حديده يا تيو اي حاجه كيضربني فيها، بقى ظهري كله مشرط هكا بداك الكابل اللي كانت كتضربني به في ظهري. هاد القضيه شويه عجيبه وكنلاحظوها في بعض الناس، فتخيل ان السيده تقدر تضرب مع راجلها وما تضربوش هو، لا حاشا، غادا تعيط على الخادمه هي اللي تاكل العصا في بلاصته. البعض من المغاربه حيروا علماء النفس، فمثلا بحال ما هادشي هذا في اشمن اضطرابات غادي تدخلوا، بالاخص على حساب اقوال العامله اعتذر الخادمه، حيت للاسف ملي كنت كنقرا كانوا كيقراونا انه كاين فرق بين الخادمه والعامله، دابا والله ما عرفت هذيك مدونات الشغل اش داروا فيها. المهم نرجعوا للكولونيل وقاضيه التحقيق، فكيفاش ممكن انك تلقى جوج من ارقى الوظائف في الدوله ثقافتان ونزاهتان زياده على اخلاقيه المهنه يكونوا هكا؟ ما تنظنش. وبهذا الخصوص راني مخبي لكم واحد المفاجاه غتلقاوها في الاخر الفيديو. المهم القصه ديالنا ملي هاد السيده الخادمه هربت من الدار والسيد اللي تيسميوه بالمنقذ اللي جا واتصل بالمنابر الاعلاميه، واكتشفنا واحد الحاجه اللي في شكل قال لك على ان المشغله اتصلت بالزوج ديال اخت كنزه.
هزا الخادمة وقالت ليه الخادمة هربت من الدار ودات معها الفلوس ودات معها حتى الذهب سرقاتهم. زعما هادشي يقدر يكون ممكن. وحده مهرسه من الجمجمه ديال الراس ومهرسه من اليد ولا ما نهضروا على النيف والضلوع علودا. بنادم ما غيكونش عاقل حتى على سميتو. زعما ممكن ديك اللحظه تقدر تسرق ليها الذهب والفلوس. ديك الساعه زهير ويدير واحد اللايف ويشهد وكياكد بان هاد السيده هذه جات دي بحالو ما هز لا صار لا خنشه ما هزت شي حاجه وداكشي كلشي باين يعني كتسيد باين ما هزت شي حاجه. للامانه الاخوان حنا هنا في واحد اللحظه خطيره بزاف هي اللحظه ديال الاتهامات المتبادله. هذيك تتهم هذيك والاخرى تتهم الاخرى وانتم عارفين انه من دورنا حنا كنحترموا المؤسسات القضائيه هنا في البلاد. فحنا هنا ما كنتهموا حتى شي حد حتى يقول القضاء كلامه. هادي واحد الحاجه مهمه نسيناها الاخوان. زعما هاد المشغله ما قالت والو. هاد البنت او حتى تناقض عندها في الفيديوهات كتقول لك انا كنطوي انا كندير عندها رزق حمايه ذكر اخوها اللي كيهضر راه مديك ديك اخرج لها على حياتها مسكينه. ديك زيروا معايا دابا مزيان الاخوان القضيه غادا تمشي لواحد الطريق اخرى. المشغله قالت على ان خوك نزل لي الخادمه هو اللي هرسها وديما تيدقدقها وخارج ليها على حياتها. وخو واش تيقول في هادشي؟ مشيتوش قلبتو عليها في المنصوريه فاش كانت في المنصوريه مشيتو عندها للدار مادام ما كتجاوبش يعني ومره كتجاوب مره كتقطع يعني غتعرفوا ان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك غتمشيو تسولوا عليها. انا مشيت لمراكش ماشي للمنصوريه واحد المره مني ما بغاش توري علينا. واحد النهار وانا نمشي تما يال الدار تما ما حتى شي واحد قالنا راه ما كاينينش تما راه في المحمدي. ما تبعتوش المحمديه؟ لا ما تبعتش المحمدي. الاخوان خصنا ضروري نوضحوا شي حوايج اللي شويه في الشكل. فاهم من غير ان الاخ بمجرد انه ما لقاش واحد الخبر على الاخت ديالو صافي اسمه ما بقاش تيقلب عليها. والله ما نعرف اشنو قال لي راسو. المهم دابا غادي نرجعوا للمشغله. فاول حاجه قالت لك انا ماشي قاضيه وراجلها ماشي كولونيل. حيت صراحه حتى انا تفاجات ملي سمعتها. حيت باش تكون قاضي وانت قاري على اخلاقيات المهنه وترتكب بحال ما هاد المجزره كانت كتبان لي انها شي حاجه مستبعده. ومازال غتجي واحد المفاجاه في الاخر بهذا الخصوص. ولكن هادشي كامل حاجه واحد الحاجه اللي غادي يقولها الطبيب على ما اخر. بالنسبه لي الدار فتحات اليوم الحمد لله كلشي داز مزيان واخا كانت العمليه داز صعيبه ولكن الحمد لله لان الكسر كان شويه قديم. الطبيب قال على ان الكسر اللي في يديها شويه قديم. ديك وبلاتي ودقه دقه عليكم الاخوان. المهم الدرك الملكي دار واحد المحضر استماع وحرر اقوال المشغله وحرر حتى اقوال كنزه الخادمه الى حين احضار الشواهد الطبيه او لمرور كنزه الخادمه عند الطب الشرعي. دابا غادي جيتي للطب الشرعي يا كنزه من اجل يشوفوا دوك الكسور واش قدام جداد كما تدعي المشغله. مثلا كلشي جديد ما عرفتش يعني 7 شهور اللي انا كنت عندها حيت هاد اللي هنايا اللي في الجنب ديالي لقاوها تقريبا شي شهر ونص دابا باش شارونس تقريبا شي شهر ونص هنا يدي تقريبا شي 20 يوم قال لي قالك شي 20 ما قديماش بزاف مازال هذه قديمه. يا فاش نسيت على انا فاش داروا لي راديو على كل شيء لقاوني حتى هنايا عندي واحد الكورسور هنايا في الجنب ديالي. اليد ديالها الاخوان تقريبا 20 يوم وهي مهرسه بمعنى ما مهرساش في ذاك اليوم والضلوع ديالها حتى هما شهر ونص باش مهرسين. وهذا الشيء كيف قالت وقع في ديك الفتره اللي كانت خدامه فيه عند ديك المشغله. المهم باختصار التقرير ديال الطب الشرعي مازال ما خرجش لحدود تصوير هذا الفيديو وهو اللي غياكد لينا هذا الشيء كون ان الشواهد الطبيه ديال القطاع الخاص ما تتكون صراحه مقبوله عند القضاء. ولكن كاينه واحد القضيه وواحد النقطه قانونيه مهمه بزاف خصنا نعرفوها. دابا انت مثلا ملي كدير واحد الشهاده طبيه وكتكون فعلا مضروب راه خصك تفهم واحد الحاجه اللي مهمه ان ديك الشهاده الطبيه هي شهاده لاثبات فقط انك فعلا مضروب او لا فعلا مهرس. حيت البعض يصحب لي ان ديك الشهاده الطبيه كتعني فلان اللي ضربني بمعنى ان الشهاده الطبيه هي واحد الوسيله لاثبات الضرر ماشي وسيله لاثبات مرتكب الجريمه او للضرب. للاسف هادشي غيدوزنا لواحد التساؤل مهم. فبما ان كنزه اللي هي العامله مهرسه في الفتره اللي كانت كتشتغل فيها عند دوك الناس وفعلا بينات هادشي عن طريق واحد الشواهد الطبيه فراه المحامي ديال المشتكى به غيطرح لك واحد السؤال ايه جبتي لينا واحد الشهاده طبيه اللي كتعني انك مهرسه ولكن للاسف هادشي ما كيعنيش ان فلانه او فلان هو اللي ضربك مثلا. وبالمناسبه هنا تنهضروا على الركن المادي للجريمه كيفاش للاسف غادي نقدروا نثبتوا. اجي سمعنا الام ديال المشغله دارت واحد التصريح دوزوا لنا خويا لعندك. انا كنقول الشعب المغربي ما يلومناش غير حنا وانا مع الحق. الا كانت بنتي غلطه تعاقب ولا كانت هاد البنت كتبلع عليها التعاقب. الا كانت هاد البنت عندها هاد الاشياء جات بهم من عند اختها اللي كانت كتعيش عندها. كانتش كتعيش عند امها كانت كتعيش عند الاخ ديالها واختها كاينه في مراكش وراجل اختها هو اللي جابها لبنتي. هادشي اللي كنا هادرين عليه هنا القضيه دخل فيها واحد الطرف او لا اطراف اخرين اللي غاديين يخليونا نتسائلوا على بزاف ديال الانتقادات اللي غنجاوبوا عليهم في الاخر ديال الحلقه واللي تيتعلقوا باخت الخادمه كنزه والزوج ديالها اللي هو في الاصل اللي جابها لهاد الناس من الاول. وبعد المرات تنسمعوا على انه كيجي شي واحد وتيقول لك هاد القضايا في المحاكم تيتعطلوا بزاف. واش يا خويا فكم انت كتلقى دوسي قداك في 600 ورقه ديال الوقائع يلا جي فك لينا نيت تاد الحريره.
المهم وبالمناسبه المشغله حاولت الصحافه دير معها واحد الحوار باش تبين الراي العام شنو وقع شنو كاين، ولكن سمعنا الصحفي قال واحد الكلام اللي هو خطير. اول حاجه السيده قال لك في واحد الحاله اللي يرتى لها، والاغرب من هادشي هو انها دارت واحد المحاوله ديال الانتحار، والحسن الحظ كانت محاوله فاشله، وهادشي قالت لك على انه راجع لذاك الهجوم الشرس اللي داروا عليها. انا عمري ما راحت لا قصور ولا ضرب ولا جرح، لو كان لاحظتهم اشهدوا علي الله يشهد علي الله 3 مرات، وهذه الشهاده كتخرج من رحمه الله. لو كنت انا هزيتها وديتها للطبيب وعيطت عليهم نهار 13 في رمضان، عيطت على خوها مع الصباح كانت عندنا، قالت لي امي الحاجه بغيت نمشي نشوفهم في رمضان، عيطت على خوها جاوبني السلام عليكم بواحد اللهجه الله يحسن العوار رمضان والدراري كيكونوا دايرين، قلت لي يا وليدي الله يعطيكم السر فين بغيتونا نجيو انا وبنتي ونجيب لكم البنيه، قال لي امي الحاجه، قلت لي نعم، قال لي عيطت على اختها وراجل اختها اللي جابوها لكم، انا ما عندي سوق فيها لوحيها في البحر. دابا اش بان لك انت فهادشي يقدر زعما يقولها خوها قبيله؟ الاخوان فهمنا باللي السيد ما مشى سول عليها، دار واحد المشي خفيفه، ملي ما لقى والو في مراكش ما قدرش يمشي حتى المحمديه، زعما تكون خساره في اختو ولا جاتو طريق بعيده، الله علم الاخوان. المهم من خلال الام ديال المشغله حاولت توصل لنا بانه وقع عكس داكشي اللي قالت الخادمه، بمعنى ان السيده كانت خدامه مرتاحه معاهم لدرجه انها كاع ما كتبغيش تمشي عند دارهم وتتفضل انها تبقى خدامه معاهم، ياك السيد شي اللي بغاو يقولوا؟ لا ماشي دوز معاهم رضا، هي تشوفهم ما هي كتسعر منهم، كتقول لامي الحاجه خليني معاكم راه كنمشي لتماره، خليني معاكم راه كنمشي للضرب، وش هي كتقيل نعسه وانا نشد لها ولادها، وملي كتنوض كتشير عليا بكذا وكذا، انا ما شفت هادشي، ولكن على لسانها هي يديروا لي مواجهه معاها انا نجيبهم ونقول لها بنيتي شنو قلتي لي؟ قلتي لي ودني ضربني الاستاذ باللوحه ملي كنت صغيره وراني كنعاني منها وجبت لك التقطيره وقطرت لك، وقلتي لي امي الحاجه خويا دفعني على يدي وراجل اختي دفعني من الدروج. في القضاء الامريكي والفرنسي الاخوان من غير انهم في القضايا ديالهم كيعولوا على دوك البراهين والحجج والادله القويه بحال مثلا شهادات الشهود او الكاميرات او الاعترافات، ففي بعض الاوقات ما تيكونوش هاد الادله، بمعنى ما كاين لا كاميرات لا شهود لا اعترافات، فكتبقى لهم واحد الحاجه هي اللي غالبا كيلتجؤوا ليها كنسميوها حنا بالدارجه المغربيه كلامي بكلامه، بمعنى انهم كيستمعوا لروايتك وتيستمعوا الروايه ديال الطرف الاخر وتيشوفوا شكون هي اللي غاده بديك الخطى ثابته ما فيها تزوير ما فيها تحريف للاحداث وتتوافق مع دوك الادله الصغيره اللي عندهم، وبالضبط بحال المساله اللي وقعت لسعد المجرد. فعلى سبيل المثال القصه ديال سعد المجرد ما كاينش ادله، تخيل ان السيده خرجت مضروبه من الغرفه ديالها ولكن تيبقى السؤال شكون اللي ضربها، واش هو ولا هي اللي جرحت راسها؟ فهنا تتولي الحقيقه تيعرفوها غير دوك جوج اشخاص اللي كانوا في الغرفه، وبالتالي في الاول وفي الاخر غيعتمدوا على القضيه اللي قلنا هي الكلامي بكلامها. فمثلا من جهه هنايا عندنا هاد الخادمه في القصه ديال اليوم كنزه قالت لك على ان المشغله هي اللي ضربتها هي وراجلها وتكرفصوا عليها، والام ديال المشغله قالت واحد الكلام اللي خطير، قالت على ان الخادمه كانت قالت لهم من قبل بان الاخ ديالها وزوج الاخت ديالها هما اللي مهرسينها ودافعينها حتى طاحت من الدروج. فهنا تنخرجوا لواحد الخلاصه وحده، ان كنزه المساعده في الاول وفي الاخر وفي جميع الحالات كتبقى هي الضحيه حيت هي المعنفه، سواء من طرف خوها او لراجل اختها او لا من المشغله والزوج ديالها. السيده راه كيف تنقولوا راه واكله العصا مزيان، داكشي علاش غيبقى عندنا السؤال المهم في هذه الحلقه شكون تكرفس على هذه السيده؟ فكيبقى هذا الشيء هو شغل مؤسسه القضاء. وبالمناسبه السيد داكي الرئيس ديال النيابه العامه دخل على الخط ديال هذه القضيه وصدر واحد التعليمات باش يتفتح تحقيق قضائي تحت اشراف الوكيل العام الملك بالدار البيضاء. انا نقدر نطلب منكم حاجه وحده اللي تقدروا تعاونكم، السيده انا سامعاها راه دايره الكاميرات، لان ملي تخرج تخلي معها الوليدات مراقبه وليداتها، ولكن تنظن هذوك الكاميرات غيكونوا مراقبين حتى ديك البنت، تنظن الا تفرغوا الكاميرات حتى حاجه ما غتخبى ما خطا الا مسحوا داك الشيء. دي من جهه الاخوان فكره مزيانه، فمثلا هاد الجاره قالت لك باللي كانت سمعت باللي عندهم كاميرات لداخل، لربما يقدروا يكونوا فيهم ما يثبت شي حاجه اللي تقدر تفيد القضيه. لما تخرج ولكن تيشوفوها الوليدات الاقامه تيدويو الصغار بيناتهم هي في الغيتشوسي تيشوفوها من الدجاجه تيقولوا مال ديك البنيه مسكينه زرقاء، تيقولوا ما عرفت مالها مسكينه، ولكن البنت حنا ما كناش نعرفوها سميتها كنزه، كنا تنعرفوها سميتها نزهه، ما تطرداش ما عرفت يمكن حيت عندهم نفس السميات يمكن. بكل الامانه الاخوان التصريح اللي دارت هاد الجاره كيف تنقولوا بالدارجه فيه ما يدار، بالاخص ان الكلام اللي تقال فيه خطير بزاف وخص يعاود يتراجع ويتبحث فيه حيت هادشي اللي تقال فيه خطير بزاف. هي كتقول بان هي قادها هو راجلها كولونيل. تتقولها للعالم، المنصوريه كلها عارفه. الحقيقه؟ لا لا، لا حنا عارفين حيت حنا من ساكنه تنشوفوا شكون شاري، هو خدام عند باه الله يرحمه مسكين، صافي وهي اللي شاريه، تما كانت في فرنسا ودخلت ولكن ما عمرها بقات مشات. هنا غنوصلوا للقضيه اللي قلت لكم
في الاول، اي ان هاد الجاره قالت لك بان قضيه ان الزوج ديالها كولونيل وهي قاضيه كانت كتقولها لكل شيء. وللامانه الاخوان هاد القضيه كتلعب لصالح الخادمه او للمساعده، حيث ولا كيبان لنا على انها ربما قالت داكشي غير حيت كتسمعهم هما اللي تيقولوها ليها. كل شيء اللي خدم عندها تتقول لي حنا سامعين هاد الشيء، تلحوا الراس تتقول لهم هو كولونيل وانا في القضاء استشاره ولا داكشي مستشاره قانونيه. كي كتقول هادشي باش تخوفني؟ ولا هو بان العربون دابا، هو بان راه تديك السيده كانت تقول لها طلعي السما ولا نزلي للارض ما غتصوري والو، وبيني وبينك اخويا راه ما صورت والو. راه بصح واسيدي غنقول لكم حاجه وحده، الله اعلم، حاجه وحده اللي متاكدين منها ان القضاء غيتكلف وغيفك لينا هاد الحريره. وحنا بالمناسبه ما تنتهموا حتى شي حد، لا المشغله والزوج ديالها اللي عندهم قرينه البراءه، اي بمعنى ان المتهم كيبقى بريء حتى تثبت الادانه ديالو، ولا زوج اخت الخادمه ولا الاخ ديالها. فاليوم من 9 ديال الصباح وحنا هنا الى حدود ساعه عاد تخذ القرار ديال اعتقال المشغله والزوج ديالها. صراحه تقدمنا قدام وكيل الملك وحكيت لي داكشي كامل اللي وقع، عرفني ملي راني ما حيت هما قالوا ديك الهضره ما ماشي بحال الهضره اللي ماشي كل ما كيبدلوا الهضره ديال داكشي علاش هما واش كان انكار من جهتهم؟ كان انكار بزاف، حتى الهضره ديال نبدلوها ماشي قالوا عند في الوزنيقه مش بدلو، كل مره كيبدلوا الاقوال ديالهم ما عندهمش نفس الاقوال، كل مره كيقول لي شي حاجه جديده، يعني كيبقاو يدخلوا في خرجوا الهضره باش يسلكوا راسهم، كيقول لك حنا ما ضربناش ما درناش، فهمتي كتخرج جيب وحدك هو كيضربك شي واحد في الحانوت ولا سخرتي، واخا انا ما كنتش كنخرج لا والو، قال لك اللي كتجي للدار كتجي مضروبه، يعني شي واحد في الزنقه اللي كيضربك. شنو كنتي كتوقعي؟ صراحه كنت خايفه، قلت يمكن انا نقدر فهمتي نقدر زعما حيت هما لاباس فهمتي عندهم نفوذ يقدروا انا اللي نعتقل ماشي هما، وكيل الحمد لله. انت تعتقلي؟ زعما وكيل الحمد لله حيت زعما عندهم نفوذ يقدروا فهمتي يقدروا يديروا اي حاجه فهمتي. كيفاش حسيتي ملي سمعتي خبر الاعتقال؟ صراحه واحد الفرحه ما كايناش، ارتحيت واحد الراحه اللي عمرني ما حسيت بها من قبل. وانا شخصيا كنعلن التضامن ديالي مع الاخت كنزه الخادمه في جميع الحالات، ومهما يكون هذا اللي دار لي هذه الحاله. فتاكدوا تكونوا مشتركين في القناه، التعليق ديالكم تحت، واحد جيم فيديو نشوفكم فيديو جاي، تهلاو وتفرج معاك في هذا الفيديو غيفيدك بزاف.